بتبتدي من اول 20 لغايه وفيها ب 35، في ب 60، في ب 70، في ب 100، في ب 180. والعرايس للعرسان اللي بياخدوا بقى بياخدوا مثلا الغالي شويه، في بياخدوا العروسه ب 100، بياخدوا العروسه ب 180، في عروسه ب 250، دي للعرسان اللي بيجوا ياخدوها. اما للصغيرين دول مثلا بياخدوها بقى الناس اللي بتبيع يعني كده. في اثبته كمان للعرايس للعرسان بيجوا ياخدوها، اثبته جميله يعني. العروسه عامله 180، وفي حاجه صغيره عامله 140، وفي العرايس كبيره برضك حلوه برضك عامله 100. اما العرايس الصغيره بياخدوها بقى اللي بيبيعوا اللي بتاع. العريس مثلا ما بيجي بيبقى عايز مثلا كيلو ونص من المكسرات، وعايز كيلو ونص من العادي، بتعمل حدود يعني 350 400 جنيه. دي يعني العلبه الحلوه اللي بتروح للعروسه. اما اللي عايز عادي بقى بياخد مثلا كيلو من هنا وكيلو من هنا، وبياخد العروسه بردك معاه. عروسه في حدود 100 180 120 على حسب مقدره اي حد يعني بيجي. مثلا ممكن يكون واحد مقدرته ياخد ب 70، واحد مقدرته ياخد ب 60، على حسب مقدرته كل واحد.